لن يعود هناك شيء طبيعي بعد الآن. إسرائيل تحتاج إلى 30 عاماً لتشفى من آثار ما حدث. هكذا تصف صحف إسرائيلية الوضع هناك بعد الهجمات التي شنتها حماس في 7 أكتوبر الجاري. وبينما يحاول الجيش رد الاعتبار من خلال عملياته العسكرية في غزة، تعيش إسرائيل حالة من الشلل التام. الشوارع مهجورة ونمط الحياة تغير فيها بشكل كبير، لدرجة أن إسرائيليين وصفوا مدنهم بأنها أصبحت كمدن الأشباح بحسب صحيفة فاينانشال تايمز. ومع دوي صافرات الإنذار بين حين وآخر إثر تواصل استهداف صواريخ الفصائل الفلسطينية للبلدات والمدن الإسرائيلية، أغلقت المدارس وأصبح الهرع إلى الملاجئ أمراً روتينياً. كما أثر الخوف وعدم اليقين على الإسرائيليين وأحدث لبعضهم صدمة نفسية عميقة، لدرجة أن أرفف بعض المتاجر أفرغت تماماً تحسباً لما هو قادم. وبحسب فاينانشال تايمز، هناك حالياً أزمة ثقة بين المواطنين في إسرائيل وأجهزتها الأمنية، حيث اعتبر الكثير منهم أن ما حدث كان فشلاً عسكرياً واستخباراتياً عظيماً ومدهشاً، إلى الحد الذي جعل بعضهم يرون أنه يفوق كارثة حرب يوم الغفران عام 1973 أو أي معركة سابقة.